كلنا شفنا مارادونا وبيليه وهما بيتبادلوا الكورة بدماغهم، مشهد جميل جمع بين أسطورتين من الأهم في تاريخ الكورة. صحيح ما كانش ده شكل العلاقة طول الوقت بحكم العداء الأرجنتيني البرازيلي وبحكم الصراع وقتها على لقب أفضل لاعب في التاريخ. مثلاً بيليه قال عن مارادونا إنه نموذج سيء للشباب، ورد مارادونا كان: من يهتم بما يقوله بيليه؟ إنه قطعة من المتحف. أغنية جمهور الأرجنتين اللي بتقول إن مارادونا أعظم من بيليه كان ممكن تفضل مجرد أغنية لو ما كانش مارادونا بنفسه خرج يغنيها مع الجماهير. بس كل ده انتهى، ومع وفاة مارادونا ونعي بيليه المؤثر اتدفن الصراع وفضل في الذاكرة مشهد تخيلي للعبهم مع بعض في العالم الآخر. الصورة الجميلة دي ما كانتش بس آخر الحكاية، دي كمان كانت أولها، وعشان كده هناخدكم للقاء الأول بين الأسطورة بيليه واللاعب الصاعد آنذاك دياغو أرماندو مارادونا. أنا جيرمو بلانكو، صحفي أرجنتيني مقرب من مارادونا، وححكي لكم القصة لأول مرة في الوطن العربي. يناير 1979 على الشاطئ في أوروغواي أثناء بطولة تأهيلية لبطولة العالم للشباب في اليابان. وقتها كنت بشتغل في مجلة الجرافيكو، واعترف لي مارادونا لأول مرة إنه بيحلم يقابل بيليه. بعد ما رجعت لبيونس آيرس قعدت أفكر، طب ليه لأ؟ أكيد هيكون لقاء ممتع. وبالفعل قعدنا شهرين نعمل اتصالات ونشتغل على المقابلة دي، وقدرنا نوصل لبيليه ونرتب الأمور. وأخيراً في 9 إبريل 1979 في كوبا كابانا في مبنى على شواطئ ريو دي جانيرو حصل اللقاء المنتظر. أنا ودياغو ودون دياغو أو دياغو الأب، وخورخي صاحبه ووكيله، وريكاردو ألفييري مصور المجلة، وطبعاً بيليه. اعتني بجسدك فهناك وقت لكل شيء، دي أول نصيحة قالها بيليه لفتى الأرجنتين الواعد. حافظ على جسمك وخد بالك من عيلتك، والعمر قدامك بعد كده للشرب والخروج والسهر. طبعاً أي حد تتبع مسيرة مارادونا عارف كويس قوي إنه عمل كل حاجة عكس النصيحة دي، وإنه لو سمع كلام بيليه كان بقى لاعب أعظم بكتير من العظمة اللي قدمها. بس أنا شفته من الأول وشفت بعيني إنه كان قادر يلتزم بيها لحد وقت معين، ولكن للأسف مجرد ما المخدرات اتملكت منه الموضوع بقى مستحيل. عموماً اليوم ما كانش كله نصايح، كان في مشهد جميل جداً ما يقلش في جماله عن مشهد تنطيطهم للكرة مع بعض بعد اعتزالهم. بيليه وقتها كان لسه مسجل ألبوم غنائي، وبعد ما مسك إيد مارادونا واداله النصيحة سابها ومسك الجيتار وقعد يغنيله. خرج مارادونا اللي ما كانش لسه حقق أي شيء في مسيرته، وبعد 5 شهور فقط بقى بطل العالم للشباب في اليابان، والبقية دائماً للتاريخ.